الحقيقة المرة هي أن تعيش أطول أكثر أهمية من أن تحصل على ثروة أكبر، لذلك يجب أن تسعى لأن يكون جسدك صحيحاً وقوياً. في الموبايلات الأفضل 70% من الميزات لا تلزمك، في السيارات الأغلى 70% من الإضافات والسرعة لا تفيدك. إذا كان عندك بيت أو فيلا ضخمة فإن 70% من المكان لا تستعمله ولا يشغل بالك. ماذا عن ملابسك؟ 70% منها غير ملبوسة. حياتك التي قضيتها في جني المال 70% منها للناس الآخرين ليتمتعوا بها، لذلك يجب أن تتمتع بحصتك من 30%. اذهب للفحص الطبي حتى لو لم تشكو من مرض، اشرب ماء أكثر حتى لو لم تكن عطشان، تعلم أن تنسى حتى لو كانت المشكلة كبيرة، ابقى متواضعا حتى لو كنت غنيا جدا وفي مركز قوة، تعلم أن تكون قنوعا حتى لو لم تكن غنيا، مرن عقلك وجسمك حتى لو كنت مشغولا جدا، اترك وقتا للناس الذين يهمك أمرهم، اقضي وقتا مع نفسك، تنزه، اقرأ، اشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.